السلام عليكم. بلادنا في تحدي ومره اخرى كتعطي ليكزامبل للعالم في مدى الوعي ديال الشعب المغربي والتضامن ديالو في الازمات. كي شفتوا حمله خليك في دارك راه غاده في طريق النجاح، وعدد الاصابات يوميا غادي كيقل. غير نتضامنوا شويه، ما بقاش قد اللي فات، قربنا ندخلوا للتاريخ. الشعب المغربي في هذه المحنه بين على المعدن ديالو الاصيل، وبين على مدى المحبه ديالو بعضياتنا. كيف ما بغى يكون في وقت الازمات كنبانوا احنا كشعب واعي وكشعب متضامن مع بعضياتنا. خليك في دارك، ما بقاش قد اللي فات، وهذا الشيء غيبقى غير تعاويذ. احنا في حرب ضد واحد الكائن اللي ما تنعرفوش وما تنشوفوش. بغينا كاملين المغاربه يتحدوا ونوضوا باش نقضيو على هذا الكائن ونحاربوه تحت شعار الحمله اللي بغينا نديروها ديال بقى في دارك، حمي راسك، حمي وليداتك، حمي لونتوغاج ديالك، وحمي مغربك. الا ضريت راسي او لا، الا حملت المرض راه غنضر راسي وغنضر المغاربه كاملين، وغنضر وليداتي هما الاولين. نبقاو في دارنا ونوعيو الناس اللي في لونتوغاج ديالنا، ونتحدوا مع بعضياتنا ونضامنوا حتى ان شاء الله نخرجوا من هذا الامتحان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. والله ينزل الرحمه ديالو على العباد ديالو يا ربي، امين. كونوا معنا. السلام عليكم، معكم امال ممرضه. كنعلن انضمامي الحملة ديال التوعيه جلس في دارك، وكنقول من هذا الفيديو هذا الناس واحد الرساله: جلسوا في ديوركم، بعدوا على التجمعات، ما تسلموش، غسلوا يديكم، عقبوا ديوركم، عقبوا وليداتكم، باش نحدوا من هذا الوضع. هذا راه 54 كثيره عندنا، حنا ما بغيناش نوصلوا حتى لهذا العدد او نزيدوا نفوتوه. الا ما بغيتوش تفوتوه جلسوا في ديوركم، راه حنا كنواجهوا واحد الفيروس خطير، ما تستهتروش به نهائيا، راه خطير قاتل، راه كيصيب. بالنسبه للناس اللي ما كيشوفوش الناس مرضين، راه ما غاديش تقدروا الوضع. الناس راهم كيتعذبوا، راه فيروس كيصيب الرئتين، ملي كيصيب الرئتين كيصعب على الانسان انه يبقى يتنفس. وتخيل معايا، تشوف الام ديالك ولا الاب ديالك داير تنفس اصطناعي باش كيتنفس، هادشي لا بقى عايش. راه الناس معذبين، الوضع راه ما كيطمئنش. حنا كنواجهوا كيف قلت لكم فيروس خطير، فباش حنا نحدوا من هذا الفيروس هذا ما بقاش لينا بزاف ديال الوقت، خاصنا نجلسوا في ديورنا، ما نبقاوش عادعين في الصناقي. كنقولوا لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. فعلا لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، هادشي كاملين حنا عارفينه، ولكن نتفاداو باش نجلسوا في ديورنا، ماشي حنا نجيبوا التهلكه لريوسنا ونقولوا لا يصيبنا الله الا ما كتبه الله لنا. جلسوا في دياركم الا بغيتوا ما تجيبوش المرض. انا كنوجه رساله للشباب، حيت كيبانوا لي الشباب هما اللي باقيين خارجين. الشباب جلسوا في ديوركم، واش يردك يتبان لك الام ديالك ما قادرش تنفس ولا الاب ديالك ما قادرش يتنفس؟ راه الوضع ما كيطمئنش، راه الناس اللي مصابين به والله العظيم وتشوفوهم حتى تبكيو عليهم. فمن الاحسن ان الانسان يجلس في داره ويتفادى الوضع، يمشي واحد يتسخر الزنقه يجيب لكم السخره، وجلسوا في ديوركم ماشي مده طويله، يعني ساهله. كاين دابا الانترنت، كاين التلفزيون، الانسان فاش يتلاها فيجلس في داره باش ما نزيدوش اكثر من هذا الوضع هذا الحرج اللي حنا فيه، نزيدو نحرجوه اكثر، غادي نجيبو المشكل لينا والدوله ديالنا. فكنطلب منكم جلسوا في ديوركم. السلام عليكم خوتي وخواتاتي المغاربه، فين ما كنتو كنضم صوتي لصوت الصديقات ديالي باش نساهموا في التوعيه، باش نقولوا لكم تجلسوا في ديوركم وتلتزموا بالحج الصحي اللي هو يعني خاصك تجلسي في دارك، شدي وليداتك وتجلسي في دارك. راه هادي ماشي عطله ديال نمشيو عند الوالدين وديال نخرجوا وديال نفوجوا، هذا راه حج صحي، يعني خاصك تجلسي في دارك وتوعاو باهميه خطر هذا المرض، باش نحميو ريوسنا ونحميو وليداتنا ونحميو والدينا ونحميو بلادنا. ما نبقاوش نضحكو بهاد الحوايج، ما نبقاوش نقولوا لا راه غير نسلم هادي كنعرفها ولا هذا راه غير من العائله. كل شيء هادشي يطبق على اي واحد كتعرفيه، ما نسلموش سواء من اليد سواء من الوجه. وبالنسبه حتى للتقضيه كنتمناو باش يبقى داكشي حتى هو نكونوا واعين فيه، نتقداو غير الجهد ديالنا كيف موالفين، ما تسابقوش على التقضيه، راه حتى شي حاجه ما غتسالى وحتى شي حاجه ما غتخصنا ان شاء الله. المغرب بلد الخير والخيرات، ما نديروش بحال هكا، وان شاء الله نطلب الله السلامه لينا وليكم ان شاء الله.
سلام حبايبي حبيباتي، حتى انا جيت اليوم كنضم صوتي لصوت جميع المغاربه من اجل اشتاك خليك في دارك، من اجل سلامتك وسلامه غيرك. كنعرفو كاملين اننا هاد الايام كنمروا بظروف صعيبه بزاف بزاف، وكل يوم كيتزادوا عدد المرضى، لهذا كنتمنى من ربي يشافيهم جميعا ان شاء الله يا ربي. وانتوما بدوركم وحنايا بدورنا نجلسوا في ديورنا ونحميو راسنا، نحميو ولادنا ووالدينا. لهذا كنطلب منكم شويه ديال التوعيه للناس اللي حواليكم اللي ما كيعرفوش، توعيهم باش يفهموا هذا الشيء مزيان ويفهموا شنو واقع. راه مساله خطيره، يعني ماشي حاجه اللي نقدروا نستهتروا بها. واخر نصيحه اللي نقدر نقول لكم انكم ما تنساوش تغسلوا يديكم، ولا كنتوا برا وما كاينش باش تغسلوا يديكم ما تنساوش تعقموهم، وان شاء الله ربي يفك علينا هذا الوباء بالف خير. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناه دولتشين تلاتو. كتهضر معكم اختكم مغربيه كتعيش في ايطاليا، وبالضبط في منطقه الحجر الصحي فين بدا هذا كورونا فيروس. كنتمناكم خوتي في المغرب وفي جميع الدول العربيه تاخذوا العبره من ايطاليا. ايطاليا خدات هذا الشيء باستهتار في الاول، وحنا دابا كنخلصوا كمجتمع كامل كنخلصوا الضريبه ديال الاستهتار ديال بعض الافراد اللي ما جلسوش في ديورهم، ما سمعوش الدوله ديالهم. احنا دابا كنخلصوا هذا الشيء، وكيخلصوه يعني للاشخاص اللي مساكن بعض المرات ممكن ما داروا لا بيديهم لا برجليهم. فلذلك خوتي خواتاتي الله يعطيكم الستر، الله يرحم ليكم الوالدين، ديروا يد في يد، ما تخرجوش، جلسوا في ديوركم، الله يرحم والديكم، جلسوا في ديوركم. راه هذا الشيء خطير، هذا وباء خطير 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 جدا. كنتمنىكم ديروا يد في يد. الدوله اللي شفت يعني كنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي راه قايمه بالواجب ديالها، ولكن كنشوف الشعب في المقابل ماشي كامل يعني كياخذ هذا الشيء بمساله جديه. فلذلك كنتمنىكم يعني ديروا واحد المجهود غير جوج اسابيع، الله يرحم ليكم الوالدين، جلسوا في ديوركم تحميوا نفسكم وتحميوا الوطن ديالكم وتحميوا الوالدين ديالكم. وشعارنا الله الوطن الملك من ميلانو، انسيامي اندرا توتو بيني. تشاو توتي. السلام عليكم، انا مع الحمله تحت شعار خليك في دارك، حمي راسك وحمي والديك وحمي وليداتك وحمي الوطن ديالك. الى حميتي راسك غادي تحمي اللي دايرين بيك. نديرو يد في يد، نعاونو بعضياتنا، نوعيو بعضياتنا، نفيقو بعضياتنا. هادشي راه ماشي اللعب، هادشي راه المعقول. خصنا نتغلبو على هاد الازمه ونتغلبو على هاد الوباء ان شاء الله، حتى كلشي يدوز بخير وعلى خير. يا ربي يا ربي كلشي يفوت وكلشي يدوز ويولي هادشي كله من الماضي ان شاء الله باذن الله. ولكن خصنا نكونو واعيين، بزاف ديال الناس مازال ما بغاوش يستوعبوا بان هذا الشيء راه معقول. لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، راه النبي صلى الله عليه وسلم وصانا باش ما نلقيوش راسنا للتهلكه. نوعيو راسنا، نوعيو وليداتنا، وحتى ان شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير. السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربه، نطلب منكم طلب واحد، هو الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. جلسوا في ديوركم غير هاد الفترة، عندكم 15 يوم، 15 يوم يا إما تنجاو فيها يا إما يولي طايح أكثر من نايض. راه المسألة خطيرة فوق ما كتصوروا. أنا مغربية وخدامة في السبيطار كندير نظافة، راه حنايا والأطباء والفراملية راه خدامين 24 ساعة على 24 ساعة. هادشي ما بغاش يتحبس، ما بغاش يتحبس. الناس راه كتموت، الناس راه كتموت، الناس راه كتعذب، كتعذبوهم أمراض وكنتعذبو حنايا صحاح، كتعذبو معاهم، كنشوفوهم مراض وكندخلو عندهم، ما عرفش كندخلو حتى حنايا ممكن نتصابو، حتى حنايا ممكن يقيسنا داك الشيء. وما بغيناكمش توصلوا لهاد المرحله، الله يرحم بها الوالدين. راه هادشي ماشي كذوب، راه حقيقه، راه واقع. خوتي خواتاتي هادشي راه خطر بزاف، رحنا في حرب ضد هاد الوباء. من هاد لا فيديو كنقول لكم بلادي ووطني الحبيب راه امانه في عنقكم. كنقول لعائلتي اللي كتفرجوا فيا والوالديه الخوتي بقاو في ديوركم، الله يرحم الوالدين كلكم الشعب المغربي. راه هذا راه امتحان حنايا فيه، بقاو في ديوركم. راه بلادي راه امانه في عنقكم، حتى انا بغيت نرجع للمغرب نعنق والديا نعنق ماما، لان
بحال اي مهاجر مغربي كيتمنى يرجع لهذيك البلاد ويشوف والديه على خير وبخير وعلى خير. ولهذا الله يرحم لكم الوالدين، بقاو في ديوركم، ما تخرجوش الا الضروره، ما تسلموا على حتى شي واحد. البطارات نتوما عارفينهم غير على قد الحال. الله يرحم الوالدين، ما تعرضوش راسكم للتهلكه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم انا كنضم صوتي لاخواني واخواتي المغاربه باش تلتزموا بالجلوس في البيوت ديالكم باش تحميوا نفسكم ونفس غيركم، وهذا غا في صالحكم وصالح الجميع. وفي هذه الفتره نحاولوا نيفيتيو الاكتضاض، ما نبقاوش نتجمعوا، نجلسوا كل واحد يسد عليه في داره، نبعدوا من التجمعات وخا العائله، ما نمشيو عند حتى واحد وما يجي عندنا حتى واحد، هذا غا في صالحنا، غادي نحميوهم ونحميو نفسنا ونديروا ايد في ايد باش نحاربوا هذا الوباء اللي هو كينتشر بشكل سريع جدا، ونحاولوا نعقموا البيوت ديالنا بوسائل التعقيم، نشريو وسائل التعقيم ونعقموا البيوت ديالنا، نمسحوا البوانيات ديال الباب، اي حاجه كتلمس الايدي نحاولوا نمسحوها. وانا خوتي وخواتاتي اسال الله لي ولكم الصحه والعافيه، ونتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن. ايتما دي ستما، السلام عليكم، اتمنى غا كلو تقم على خير ان شاء الله يا ربي. ايتما زيت ايتو دري المغرب كلو باذن الله تعالى، ولا كلو الدول يضني، الله يجازيكم بخير. حاولت عاونات الدوله في المسائل هاد اللي تسكر باش لان السبيطارات نخور تصدر كل يوم ياد يختحب من العائله انه نتحب ايتما ونتحب كل يوم وصل من ربي. حاولت اتقون اخت قماو النون وانا دارو ما يسكر برا، اي حاول يقور اخت قمي اركي اخت زري المحنا ياد، لان تزرام الدول يادني ما قسم تجران يعني، ونصداري غي كان ارتضل بمي سيدي ربي ايسكر كران طويل الخير، ارتضل الله مغ الوقت ارتستغفارم يعني الوقت نضل بي ربا داخل يسكر كران طويل الخير. حاولت تقرب من الله سبحانه وتعالى وتحاول ارتسكر التوعية يمدنت مازيت، لانهم اغلبية ورسين ما يقال الخطورة ما يد ارتحاول ارتسكر النظافة يعني، وانا ديك كان الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير خوتي خواتاتي حبابي حباباتي. إذا كنتوا فعلا مغاربة وفيكم الروح والحب الوطن، بقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، وعي وليداتكم وخوتكم وناسكم وحبابكم، وما تنسوش الناس الكبار، حاولوا توعيوهم يعني، نتوما هما اللي خاصكم توعيو، إلا ما وعيتوش نتوما كيفاش حتى غادي توعيو الناس الصغار والكبار؟ حفاظا على سلامة هذا الوطن خاصنا كلنا نتحدو، خاصنا كلنا نتحدو تحت شعار خليك في دارك. شخص واحد اللي خرج، شخص واحد اللي غادي يتحمل المسؤوليه، هو للضروره غادي يخرج يتقدى اللوازم الضروريه، اللوازم الضروريه ويرجع، ضروري من التعقيم، ضروري من التعقيم، نحافظوا على ريوسنا وعلى وليداتنا. الا ما خفتيش على راسك خاف على وليداتك، خاف على والديك، احمي راسك باش تحمي عائلتك، وخليك في دارك، خليك في دارك.